أنا بدأت في الأهلي سنة 2004، كان عندي تقريبا حوالي 7 سنين. كنت مع كابتن بدر رجب وكابتن أيمن بسيوني في مدرسة الكورة في النادي الأهلي. ما لعبتش في حتة قبلها، يعني كانت دي أول حاجة خالص ليا كنت في مدرسة الكورة يعني معاه. والدي كان حارس مرمى برضه في الاهلي لغايه سن 18 سنه، كنت بشوفه بعدها كان بيلعب، فكان الموضوع عاجبني فكنت عايز اجرب الموضوع يعني، فهو الموضوع جالي من لما انا كنت بتفرج عليه. الواحد ما يقدرش ياخد قرار الخروج من النادي الاهلي وهو يكون مستريح، لا طبعا الموضوع كان بيبقى صعب جدا، والموضوع كان صعب عليا وعلى عيلتي يعني كلها، لكن كان لازم اخد القرار دوت ان انا اخد خبرات اكتر، ان انا اتعلم ان الواحد يخطأ بره ويرجع يصحح اخطائه. النادي الاهلي فوق في الفريق الاول مدربين يعني ان لا ده تجهيز، ده مش احنا مش بنخلص منك، احنا مش بنخرجك بنخلص منك، لا انت اطلع بره خد خبرات احتك اكتر، الحاجات دي كلها هتكسبك قوه، هتكسبك خبره، هتكسبك حاجات كتير تخليك اقوى في الملعب، تخليك اتقل. الخبرات اللي خدتها من خروجي بره في الاعراض ديت تخليني لا انا احتكيت كتير جدا، خدت خبرات كتير جدا، تعرضت لضغوطات كتير جدا، فلما هرجع ان شاء الله باذن الله الاقي نفسي لا الموضوع اسهل بكتير يعني. داخل في حاجه و40 مباراه في الفتره ديت، والحمد لله دي برده حاجه بالنسبه لي كويسه. متهيألي ما فيش حد في سني مثلا على مدار فتره كبيره من سنين فاتت يعني حارس مرمى لعب عدد المباريات ديت او لعب في الدوري الممتاز في سن صغير. كان ماتش مع الشرقيه، مع الرجاء، مع الجونه، ده تحدي بالنسبه لي عشان انا عايز عندي هدف، او انا بنزل كل ماتش فيهم انا عندي هدف ان انا عايز ابقى كويس علشان ارجع النادي الاهلي. لما بخلص واجي اتفرج على نفسي ببقى شكلي حلو، بحس ان انا الحمد لله شكلي حلو. في حارس مرمى بيبقى عنده ستايل، وفي حارس مرمى ممكن بيقول لك ده بيصده خلاص. كنت بتضايق لما ما ارجعش او لما الاقي حارس مرمى مثلا مش من النادي جايبينه، او نادي يعني بيروح يشتري حارس مرمى. دي كانت حاجه اكيد بتضايقني، بس في نفس الوقت كنت دايما بعتبر ان لا لسه ده مش وقتي. من وجهة نظري شخصية حارس المرمى مهمة جدا، حارس المرمى بيتعرض لضغوطات عالية جدا في الملعب، مركز حساس جدا. الحمد لله بلعب مع فريق كويس، الفريق برضو بيساعد الواحد شوية، الواحد السنتين اللي فاتوا خد خبرات ساعدته أكتر إن هو يبقى في مواقف كتير بتعدي عليا السنة دي، حاسس إن هي عدت عليا قبل كده في ماتشات قبل كده لمستوى أحسن من كده كمان، يأهلني إن شاء الله إن أنا أحقق أحلامي يعني، أو أحقق طموحاتي إن أنا أبقى حارس مرمى منتخب مصر الأول، وأبقى حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي إن شاء الله في الأولمبيات اللي جاية وبطولة أفريقيا، وإن أنا أرجع النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يعني. الماتشات الكبيرة ديت ببقى مستنيها علشان أحاول إن أنا أظهر بشكل كويس. المباريات ديت بيبقى فيها جمهور، بحب جدا ان انا العب في حضور جمهور يعني. عملت ماتش بتاع الاهلي كويس، ماتش الزمالك يعني كنا بنلعب بطريقه لعب معينه. الشوط الاول كنا خارجين 0-0 والحمد لله كنا كويسين وكنت كويس جدا. الشوط الثاني ممكن الدنيا اتغيرت شويه، الدنيا فتحت شويه، فكان بيجي علينا انفرادات كتير، وكان بيجي الملعب كان مفتوح شويه فعشان كده خسرنا يعني. فانا رحت عملت عقد مع نادي الجونه علشان اكسب نادي الجونه، مش علشان لما اجي العب قدام الاهلي افوت للاهلي يعني، مستحيل يعني. ماتش بتاع بيراميدز برده فريق جديد بشكل جديد السنه دي، فكان بيبقى ليه حسابات برده ثانيه، اكنه ماتش كبير او اكنه بتلعب مع فريق كبير. جمهور الاهلي بيبقى بيتفرج على ممكن الماتش دوت ان هو عايز ممكن بيراميدز يتعادل او يخسر عشان يبعد عن الاهلي، او عشان الاهلي يبقى اعلى منه في النقط، علشان الاهلي يقرب للصداره اكتر، عشان الاهلي ياخد الدوري اسهل. ماتش الاهلي اللي فات دوت الظروف فيه كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا علينا وعليهم يعني، الجو كان وحش جدا في الماتش ده. كان في مطر وكان في هواء جامد قوي، وكان الملعب بيزحلق، الدنيا كانت صعبه. بس انا شخصيا كنت نازل الماتش ده كان عندي تحدي ان انا لعبت قدام الاهلي قبل كده ماتشين
بس ما كنتش راضي بعد الماتش على ادائي، او انا ما كنتش مبسوط، ما كنتش خارج مبسوط، كنتش حاسس ان انا لا هو ده المنظر اللي انا كنت مستني ان عمر يظهر بيه في ماتش الاهلي. نفسي ان انا اظهر بمظهر كويس جدا علشان الاهلي يحس ان لا عمر فعلا بدا ينضج، عمر فعلا كبر، عمر فعلا اكتسب خبرات من الفتره اللي هو كان بيطلع فيها الاعارات. في ناس بتيجي تنتقد حراس المرمى او في اول السنه مش عارف يقولوا اصل حراس المرمى بتوع الاهلي لما بيلعبوا قصاده بيفوتوا له، ومش عارف ماتش حرس الحدود لما ايه اللي حصل. لا بالعكس، ما هو انا كحارس مرمى من النادي الاهلي لما اجي اخطا قدام الاهلي واتسبب في ان الاهلي يجيب فيا جون، طب ما هو الاهلي مش هيرجعني، طب الاهلي هيشوف ان انا وحش. في مصر طبعا في حراس مرمى كتير انا بحبهم وهم كويسين، طبعا شريف اكرامي، احمد الشناوي حتى من الزمالك انا بحبه جدا وبحب اتفرج عليه، محمد الشناوي، احمد عادل. بره مصر بحب ديفيد دخية جدا، كان ممكن حتى مثلا البس 97، لكن من البدايه خالص من وانا صغير في مدرسه الكوره كنت بلبس دايما التيشيرتات بتاعت ميدو في روما. عندي طموح وطموح شرعي جدا ان انا ابقى حارس مرمى مثلا رقم واحد في مصر. بالنسبه لي لا، لازم ابقى افضل اشتغل واتعب واحاول اعمل كل اللي عليا واطلع كل اللي عندي في الماتشات علشان ابقى حارس مرمى منتخب مصر الاول.